يوم كان استدعال اللاعب رهيم بايش، شنو اللي صار في يعني اللاعب ارتكب في شيء أو مو يعني مو هو جرم يعني، حتى هو ابن الوطن، هو ثروة وطنية، لاعب منتخب وطني يلعب في فريق جماهيري إلى جماهيريته نجوميته. لكن احنا من خلال متابعتنا للاعبين المنتخب الوطني وهم ثروتنا واحنا مؤتمنين عليهم، فشاهدنا يوقع مع فرق شعبية أو يتواجد في ملاعب فرق شعبية، احنا حرصا وحفاظا على هذا اللاعب وجهنا له يعني دعوة للاتحاد حتى في سبيل نتحدث معه ونوجهه. وإحنا جانب تربوي، نعم إحنا جانب التدريب موجود، لكن اليوم اللاعب يحتاج إلى جانب التربوي. فاللاعب اليوم سوى تعهد خطي وتحدث مع السيد رئيس هيئة التطبيعي. إحنا أي واحد نشاهده ندز عليه. أيوة. إذا احنا بكره ينحسب هذا الموضوع في قرار الهيئه التطبيعيه. الدوله على اي قرار بعد لحد الان، بس يوم 25 الموعد محدد. ونقطه مهمه يمكن انا ما ذكرتها القناه اللي قبلي يعني مع الاخ ماهر حسان، موضوع الشباب، دوري الشباب راح يصير على المرحله الثانيه، وبلغنا الانديه الدوري الممتاز يقدمون بالكشوفات 50 يعني 40 لاعب، راح يضيفون 5 من لاعبين الشباب، شرط أن يكون لاعب حارس مرمى متواجد ضمن 5. والله إن شاء الله إحنا لحد الآن إحنا يعني مواصلين مع وزارة الشباب متى ما يتم إكمال الملعب، وإحنا نتمنى الفريقين هم بغداد وإن شاء الله يلتقون في ملعب الشعب. يتواجد قبل المباريات، قبل مباراة الافتتاح، وراح يحضر وحدات تدريبية يتابع لاعبين المنتخب، وبعدين يحضر المباراة الأولى للافتتاح. شكرا.